استعد مكتب العمدة للعمل على إصلاح الضرر الذي سببه روباستس. افتقدنا بطلين الدعسوقة والقط الأسود، ولكن لسبب وجيه. في نفس الوقت انشغل بإنقاذ نيويورك. مارينيت، الكل ينتظرك. أتتذكرين مفاجأة إدريان صديقك؟ لا أدري يا آليا. سنعود إلى باريس غدا، واسألي نفسك هناك. هيا. يا كلوي، يسعدني أن أراك تستمتعين أخيرا. بالطبع لا، أنا سعيدة لأننا سنرحل غدا. أنت الآن صحابة كبيرة. الآن وقد عثرنا على ميراكولاس النسر، يجب أن تعود إلى صندوقها. قطعت شوطاً طويلاً لأكون هنا. ضعيها دون ضجة، مزاجي ليس طيباً. كلا، أثبتت إيجل أنها تستحق حمل الميراكولاس. لما لا تبقى هنا؟ سنبدأ جيلاً جديداً من الأبطال معاً.